السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المتابعين الكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم طيبين وبخير. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليكم باليمن والبركات. النهاردة هعمل لكم وصفة حلوة قوي، هي وصفة الجبنة الكريمة. هتحتاج 2 كوب ونصف لبن مغلي، هنحط عليهم 4 معالق خل، ونقلبهم مع بعض ونخليهم على جنب لحد ما اللبن يفصل عن المية، يعمل زي الزبادي كده او يعمل زي حتت جبنة. بنخليهم لحد ما نعمل الخلطة الأولانية. الخلطة التانية اللي هي بتبقى عبارة عن 1/2 كوباية لبن بودر و20 جرام زبدة أو 4 معالق كبار زبدة صفراء، بنحط اللبن البودر في الخلاط، وبعدين بحط الزبدة 20 جرام زبدة أو 4 معالق زبدة، وحطيت مكان اللبن البودر 1/4 كوباية مية مغلية، هضربهم مع بعض في الخلاط عشان يعملوا لي زي القوام بتاع اللبن المركز. بس المرة دي مش حاطين له طبعا سكر، احنا عاملين نفس الوصفة بس بدون سكر، لان احنا هنعملها جبنة حادقة يعني جبنة مالحة، مش هتبقى حاجة مسكرة. هنضربهم في الخلاط حلو لحد ما يبقوا مركزين. بس في اختلاف، وصفة اللبن المركز انا عملتها باللبن البودر والسكر ومية بس، ما حطيتش زبدة. وبس هضربهم في الخلاط لحد ما احس ان هو خلاص المكونات كلها بقت ممزوجة مع بعض، واقوم جاية حاطة مصفية اللبن اللي انا كنت حاطه له الخل عشان يفصل ويعمل حتة جبنة وشرش. هصفي طبعا الجبنة وبحتفظ بالشرش ده، مش برميه لان ممكن بنعمل بيه الفطير او بنعمله واحنا بنعجن الفطير، بنحط الشرش ده بيبقى يديله طعم حلو قوي للفطير. ومع المش بنضيفه بعد ما نعمل الخميرة بتاعة المش بنضيفه عليها برضو، فيعني استخداماته حلو. وبعدين في نفس الوقت هو مفيد جدا، بيكون فيه الخميرة المفيدة اللي بتبقى في اللبن. حتى تسمعوا دايما يقولوا ما ترموش المية اللي بتبقى في الزبادي، لان هي نفس المية هي دي. وبس هضيف الجبنة اللي انا صفيتها، اللي هي يعني اللي طلعت من اللبن اللي احنا كنا حاطين له الخل، واخلطها مع المكونات اللي انا عملتها اللي هي اللبن البودر والزبدة والمية السخنة. هضربهم لحد ما يدوني القوام بقى بتاع الجبنة. هحط 1/4 معلقة، معلقة كبيرة ملح، بعد ما حطيت 1/4 معلقة الملح بقوم ضربة تاني في الخلاط لحد ما احس ان هو القوام بقى يعني بقى سميك شوية، قريب من الكريمي او قريب من الجبنة الكريمي. هو طبعا هيديك القوام المطلوب بعد ما يتحط في التلاجة مثلا ساعة ساعتين، هتلاقيها بقت جبنة كريمي بالظبط وما فيش اختلاف. بس كده هفضيه في العلبة قدامكم، وانتوا هتشوفوا وتحكموا. شايفين شكل الجبنة؟ جميلة جدا، يعني ما فيش حد ما بيحبهاش.
وممكن تحط لها مثلا قطعتين جبنة رومي، هتديها طعم تاني برضو حسب الطعم اللي انت عايزاه. عايزة تخليها بطعم الشيدر، تحط لها حتة جبنة شيدر وتضربيها مع في الخلاط برضو. ده القوام كده ولسه ما تحطتش في التلاجة. لو باتت بقى في التلاجة تاني يوم بتلاقيها بالظبط، شايفين؟ احلى جبنة وانت عاملاها بنفسك ومطمنة طبعا بدوها قدامكم، طعمها جميل جدا. لو عجبتكم بقى الجبنة ما تنسينيش من الاشتراك واللايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.